وللحديث عن تطورات والقصف المستمر من النظام السوري على محافظة درعا وإعلان الوفد المفاوض عن أهالي درعا فشل المفاوضات هناك، معنا من باريس عبر الهاتف الكاتب الصحفي السوري علي عيد. أهلا بك سيد علي، على ما يبدو أننا أمام سيناريو جديد يشبه سيناريو الإقصير. بداية أستاذ علي، هل حسم ملف تهجير الأهالي من درعا البلد والعديد من المناطق في المحافظة؟ هل بات هذا واقعا؟ تحية لكم ولجمهوركم جمهوركم الكريم. لا، لم يحسم هذا الملف بالمطلق. هناك رغبة كبيرة لدى النظام بتهجير أهالي درعا، وتستخدم لتنفيذ هذه الرغبة الكثير من الألاعيب والحيل. نعم. ومنها عندما طالب أهالي درعا البلد بتهجير إلى تركيا أو وقصدوا داخل الأراضي التركية أو داخل الأراضي الأردنية، قام النظام والميليشيا الإيرانية بتجميع عدد كبير من الحافلات ووضعوها عند مداخل المدينة، وقالوا الحافلات جاهزة لتنقلكم إلى داخل تركيا. ثم تبين من خلال نفي تركيا لما قيل أو ما قاله النظام أو ضباطه بأن تركيا مستعدة لاستقبالكم، بأن المسألة هي مجرد مراوغة وخداع، فيتم أخذهم ورميهم في أي مكان لإفراغ مدينة درعا وبالتالي الإجهاض على المحافظة بشكل كامل. هذا يدل دلالة واضحة على أنه الهدف ليس بس سيطرة الدولة الحقيقة لتقديم خدمات أو لتأمين بيئة مناسبة لحياة المدنيين، بل إنما هناك مخطط أمني. هذا المخطط فعلاً يحمل مخاطر تغيير ديموغرافي لم تتضح معالمه بعد، لكن نذره تشير إلى أن إيران تريد إحداث تغييرات في المنطقة على طول سيد المنطقة علي. باتجاه الأردن، ثم لا نعلم ماذا سيحدث لاحقا. نعم. لكن باعتقادك سيد علي، يعني لماذا هذا الإصرار الإيراني على إفشال الاتفاق بهذا الشكل؟ هناك من يتحدث عن اشتباك إيراني روسي في درعا، هل هذا صحيح؟ يعني ولماذا لا تصر إيران على موقفها؟ يعني هل هناك فرضا برأيكم تغيير في المنهج أو الاستراتيجية الإيرانية في السيطرة والتوسع؟ يعني لم نسمع عن أي تغير في أيديولوجيا واستراتيجية إيران في المنطقة، لذلك طبيعي أن تصر وأن يكون هناك عمل مستمر ودأب من قبلها على سيطرة على محافظة درعا. محافظة درعا لها حساسية كبرى، أنتم تعلمون استراتيجيا قربها من الأراضي المحتلة، قربها أيضا من الحدود الأردنية. لذلك فيما يخص بالعودة لسؤالك إلى نوع من الصدام بين الروس والإيرانيين، لا مش يتضح يوما بعد يوم أن المسألة ليست مسألة صدام، لكن اختلاف أجندات. الروس يريدون الحقيقة السيطرة على المنطقة بهدف اقتصادي وليس أمني. نعم. لكن الإيرانيين يريدون السيطرة لهدف أمني. نعم. هذا هو مكان التقاطع بين الأجندتين. لذلك نعم. سيد علي. نعم. سيد علي، يعني نعود للجزئية الأولى من السؤال حتى توضحها، يعني لماذا هذا الإصرار الإيراني على إفشال الاتفاق؟ الإيرانيين، وأقصد دائما الضباط الذين يعملون جنب إلى جنب مع ضباط إيرانيين، وبالتالي تنخب في الفرقة الرابعة، دائما يعلم الجميع هذه المسألة أنه الفرقة الرابعة أصبحت تديرها إيران. كما ذكرت، كما أسلفت، لديها هدف استراتيجي في هذه المنطقة. هذا الهدف يحمل عدة مؤشرات، منها الرغبة في تغيير ديموغرافي، الرغبة في يعني إحداث نوع من الخرق الأمني باتجاه إسرائيل بالدرجة الأولى. وثم نحن نعلم أن مبدأ تصدير الثورة يعني لديه أهداف، وهم يتحدثون عن أهداف في الأردن لاحقا، قالوا أن هناك أمل أو هناك يعني بيئة مأمولة لاستمرار تصدير الثورة باتجاه الأردن. هذا كلام صريح كان على لسان معممين قريبين من إيران. يعني المسألة واضحة، لذلك أي اتفاق في درعا يعني تثبيت الناس في أرضهم
وعدم تهجيرهم، وهي رغبة الناس، الناس راغبون في السلام لا يريدون الحرب، لكن كلما تم عقد اتفاق جرى نقضه من قبل الطرف المدعوم من إيران والذي تقوم إيران بإدارته بشكل مباشر. ولاحظنا هذا مرارا وتكرارا حتى ليلة أمس أو مساء أمس بعد أن هاجموا وفد المفاوضات، أطلقت الفرقة الرابعة النار مباشرة على وفد المفاوضات لوقف كل العملية. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي السوري علي عيد، كنت معنا عبر الهاتف من باريس.